انا جيت. هنعمل دلوقتي اصابع زينب، اصابع الاستاذه زينب. تمام، وصفه سهله جدا وظريفه جدا جدا. بصوا، انا معايا كوبايتين من الدقيق، هنحتاج معاهم كوبايه من السميد، السميد الناعم بتاع البسبوسه، كوبايتين دقيق، كوبايه من السميد بتاع البسبوسه، معانا معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من السمنه، سمنه بلدي كده حلوه، كوبايه من الميه الدافيه وبس، وشويه زيت نحمر فيهم اصابع زينب الحلوه دي، وشربات لذيذ يكون تقيل وبارد اللي احنا بنستخدمه في الزلابيا وفي بلح الشام وفي القطايف، اللي هو بيكون كوبايتين من السكر عليهم كوبايه ميه، عصره ليمونه، كيس فانيليا، على النار يغلوا لمده 8 دقائق على نار هاديه خالص، لغايه لما تيجي ترفعي كده الشربات تلاقيه عمل صرصوب متواصل مش بيقطع، هو كده عسل تقيل محترم. وعشان ما يسكرش معاكي حطي معلقه كبيره من العسل الابيض معاهم، او يا سلام لو متوفر عندك عسل الكلوكوز وبيتباع في كل حته في محلات الحلوانيه وعند العطار، معلقه منه تخليكي ترتاحي جدا ان العسل ما يسكرش معاكي. اللي بيخليه يسكر انواع السكر نفسها، يعني انا مثلا نوع السكر بتاعي غير نوع السكر بتاعي وانا بقلب ما دابش كويس، فنوع السكر هو اللي بيعمل الحركه دي. تمام، بس كده ان شاء الله الوصفه تعجبكم. هنجيب بوله كبيره ونحط الدقيق والسميد وعليهم رشه ملح كده خفيفه خالص. تمام كده، عايزه بس اشغل الزيت ونحط السكر والخميره والسمنه، ننزل السمنه كلها، معلقه سمنه كده بلدي محترمه. تمام، وبعد كده ميه، هنحتاج كوبايه ميه، ميه تكون دافيه عشان احنا حاطين خميره، انا هعاير هنا كده بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق كده، وهعجن الكلام الحلو ده كله كده مع بعضه، وهشوف لو احتاج مني شويه ميه كمان هبقى ازود. بس كده احنا عايزين عجينه متماسكه، بس كده اهو، هي دي عجينه اصابع الاستاذه زينب. بس كده ما بنقعدش نعجن فيها كتير، اول ما بتلم معانا كده وبتبقى تمام، بصوا خلاص ما بنعجنش فيها كتير ولا حاجه، بنسيبها بقى ايه، نغطيها ونسيبها تخمر. اول ما بتخمر ويتضاعف حجمها شويه كده شكلها بيبان، طبعا الخميره شكلها بيبان، تبقى كده جاهزه على طول ان احنا نشكلها ونحمرها في الزيت. طيب نعمل ايه بقى، انا معايا شويه عجينه متبقيه لان ايه عملنا الطبق الجميل اللي هناك ده، ومعايا بقى ايه، بصوا دي البصمه بتاعه الكحك، او عندك مثلا مصفه، اي حاجه من الادوات عندك، اقعدي بقى دوري كده في المطبخ حاجه تكون كده عامله شكل ظريف عشان ناخد كوره ونعملها عليها، نبصمها عليها. انا معايا البصمه بتاعه الكحك، معظمنا في البيوت عندنا واحده شبهها، ودي كده ايه جزء من العجينه بعد ما عملنا النسخه الحلوه دي، هناخد كده منها كوره اهو، ونحاول كده ايه الكوره كده تبقى قد الايه مثلا اكبر من البندقيه بشويه، فاهمين، واصغر من الليمونه كده بالشكل ده اهو. وبعد كده باخدها واروح على البصامه دي، احطها كده واخليها كده تلف معايا بالشكل ده اهي، ادي واحده، ناخد واحده تانيه من الكور دي ونروح بيها كده اهو، ونضغط عليها الضغطه دي، وبعد كده ارجع كده المها اهي، بس كده نعمل واحده كمان، اخر واحده، اتهنى تاني يا استاذ احمد. ايوه، هنحطها هنا كده على البصامه وهدوس عليها كده اهو كده، ونقوم بقى ايه لفينها كده اهو اهو، بقت ملفوفه على نفسها وشكلها حلو وخطيره. بصوا من ظهرها، هتهنى يا استاذ احمد من فضلك، بصوا ظهرها لازم تبقي دايسه عليها كده عشان تبقى مفرغه بالشكل ده اهو، خطيره. زيت سخن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقوم حاطينها كده تتحمر وتاخد لون ظريف
اول ما تاخد لون حلو بنشيلها على طول، مش عايزينها تغمق معانا وتاخد لون غامق زياده عن اللزوم، لا اول ما بتاخد لون لطيف بنطلعها نحطها في الشربات التقيل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه، كيس فانيليا، على النار لمده 8 دقائق، نار هاديه خالص، ويبرد ويهدى كده. ويا سلام لك وكنتي يعني تكوني شايلاه في الثلاجه مثلا، او تستخدمي العسل النحل الابيض مفيش مشكله، وبتطلع خطيره تجنن زي اللي احنا عاملينها دي اهو. وصفة فظيعة لصوابع زينب، جربوها وألف هنا وشفا، وما تاكلوش كتير بقى يعني، ما تحسسونيش بتأنيب ضمير، كل واحد ياخد له صباع واحد بس ونحترم نفسنا. أنا بشكركم جدا والله يا جماعة، أنتوا بتتفرجوا عليا. إحنا النهاردة عملنا أول وصفة الكشك، كشك ألماس، وصفة رايقة، وصفة جميلة كلنا بنحبها، تنفع بأي شوربة يعني عندك، بواقي شوربة عندك. وطبعا استخدمنا فيها لبن لبانيتا وزبادي لبانيتا، منتج مصري محترم فاخر، جربوه. وطبعا اتسحروا بقى بالزبادي، وعندهم الجبنة يا جماعة، أنا جربت الجبنة المثلثات خطيرة.